بسم الله الرحمن الرحيم. كلاكيت تاني مرة، نادي الزمالك بيكرر انتصاره الكبير على الترجي بنفس النتيجة 3-1، زي ما النتيجة دي اتحققت لنادي الزمالك في ماتش سوبر في قطر. نادي الزمالك بيقدر يحسم مواجهة الذهاب قدام نادي الترجي 3-1، نتيجة مميزة جدا. والهدف الثالث ده جاي من ضربة جزاء لمحمود علاء، واحد من أهم الأهداف نادي الزمالك فعلا هيفتكرها في مباراة الإياب، هدف مهم قوي وتوقيته مهم جدا قبل الذهاب لرادس ومباراة الإياب الأسبوع الجاي إن شاء الله في تونس. طيب قبل ما نتكلم في التحليل، بس عشان نحسم أي جدل تحكيمي، أنا عارف طبعا الأحداث التحكيمية خدت جدل كتير في الشوط الثاني. الهدف الثاني للزمالك ما فيهوش أي فاول، الهدف صحيح 100%، ما فيش أي خطأ فيه. ركلة جزاء بن شرقي، ركلة جزاء صحيحة 1000000%، ما فيهاش أي شيء. واعتقد كمان حكم مغربي رضوان جيد كان رحيم جدا بلاعيبه نادي الترجي ان هو ما طردش الزوادي والمباركي بعد الاعتداءات اللي شفناها بعد الهدف الثاني. فدي بس ايه، نحسم الامور التحكيميه ونركز في الامور الفنيه. طيب نادي الزمالك طبعا نادي الترجي لعبوا بعض في السوبر والاثنين دارسين بعض بشكل كويس جدا، بالتالي كل فريق كان بيحاول هو يصحح الاخطاء اللي كانت عنده في ماتش سوبر. ماتش سوبر نادي الترجي كانت اخطائه اكتر من النادي الزمالك. لو نفتكر كنا في تحليل ماتش السوبر الافريقي، كنت انا قلت نادي الزمالك وكارتيرون اعتمد على ان هو يبقى رد فعل، سايب الاستحواذ لنادي الترجي وهو واقف ورا كرد فعل وبيستغل الاخطاء. وشفنا الاسلوب ده قدر بيه نادي الزمالك ياخد السوبر الافريقي، وقدر كمان انه ياخد بيه السوبر المصري لما اكبر النادي الاهلي ان هو يوصل لركلات الترجيح. طيب النهارده معني شعبان دي مضيف نادي الترجي بصراحه الشوط الاول صلح كتير من اخطائه اللي كانت في ماتش قطر، وشفنا الترجي في الشوط الاول كان بيلعب بشكل مميز جدا 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 قبل خروج الشطي الباك الشمال اللي خرج بسبب الاصابه اللاعب الجزائري ونزل بداله خليل شمام. هي دي نقطه التحول الفنيه عند الترجي. طيب تعالوا نتكلم نشوف الترجي. معين شعباني فعلا قدر يتفوق على كارتيرون في اول 35 دقيقه، وبصراحه اول ربع ساعه الترجي ضيع 3 انفرادات مؤكده، 3 انفرادات نزل الترجي يعني كان قريب جدا ان هو يتقدم في النتيجه الاولى. طبعا اجاده ابو جبل في اول فرصه في اول دقيقه، وبعد كده طبعا سوء التوفيق اللي كان عند حمدو الهوني. الترجي على عكس مباراة قطر ما عملش الهاي لاين ديفنس بتاعه وما ضغطش على نادي الزمالك في نص ملعبه، لا ساب الزمالك هو اللي يطلع بالكرة عادي جدا. وشفنا وطارة ما بيقابلش او ما بيضغطش غير من عند منطقة نص الملعب. النقطة دي معين الشعباني يحاول بيها انه ما يجدش لعبته وكمان ما يسيبش مساحات كتيرة في نص ملعبه للعيبة نادي الزمالك. نادي الزمالك كان متكتف تماما لانه كانش عارف يطلع بالكرة في نص ملعب الترجي، او الكرة بتوصل هو كان على طول بيضطر يلعب الكرة الطولية. كان نادي الترجي متفوق فيها تماما في التغلب على لعيبة نادي الزمالك في الشوط الاول، وكان واضح جدا كمان لعيبة نادي الترجي نقطة مهمة دي قوي. الترجي بيلعبوا بشكل جيد في اول ساعه مباراه ال 60 دقيقه، اول 60 دقيقه مباراه بيلعبوا بشكل جيد جدا. في السوبر لعبوا ساعه مميزه قوي، في النهارده لعبوا 60 دقيقه مميزه جدا. الفريق فعلا عنده مشكله بدنيه بعد الدقيقه 60، وبالتالي الشوط الاول شفنا الترجي في افضل حالاته، وتاني التركيز كله كان على الجبهه بتاعت حازم امام، على طول الكره بتتلعب لحمدو الهوني، وبنغيس كان بيضم معاه عشان يعمل جبهه ثلاثيه الشطي وبنغيس وحمدو الهوني على حازم امام. بصراحه اللي كان عنده ازمه كبيره جدا 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 ان اللي كان قدامه ونجم بصراحه الدور الدفاعي بتاعه في الشوط الاول كان سيء لدرجه كبيره جدا، والامر ده خلى دايما حازم امام متعري بصراحه في الدفاع. ليه؟ كان ثلاث لعيبه بيروحوا عليه ونجم بصراحه كان بيرجع ببطء شديد جدا، وبالتالي بصراحه حازم لقى نفسه مجبر ان هو في اوقات كتيره كان على طول بيضم ليه الداخل لما كان حمدو الهوني بياخده. شفنا لما حمدو الهوني خده على طول بن غيث دخل وخد المساحه دي في الهدف الاول وقدر يجيب بيه هدف الترجي. طبعا حمدو الهوني احنا اتكلمنا عليه كتير في ماتش السوبر الافريقي، والنهارده بصراحه في الشوط الاول عمل مباراه مميزه جدا. يعني لحد ما الشوط كان كوبي وبيست من ماتش قطر بس مع فريق واحد، ان الترجي ما ضغطش نص ملعب الزمالك الضغط الشديد اللي كنا شايفينه في قطر، لا هو الفريق فضل واقف في نص ملعبه سايب المساحه لنادي الزمالك ان هو يتقدم بالكره عادي. طيب المشكله اتجت على نادي الزمالك
فرجاني سيسي. فرجاني سيسي بصراحة دوره الدفاعي سيء 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 سيء، ومسايب طارق حامد لوحده شايل كل مسؤولية الدفاع. ده الأمر بيكرر للمرة التانية بعد مباراة السوبر قدام النادي الأهلي. طارق حامد بصراحة شايل الضغط كله لوحده في نص ملعب نادي الزمالك، وشوفنا كرات كتيرة قوي في المساحة دي كانت دايما لعيبه الترجي بيروحوا على طارق حامد، بس فرجاني سيسي في كورة كانت جايه من الناحيه اليمنى واللعيبه دي الترجي بتجري كله بيجري وفرجاني ماشي عمال يتمشى عمال يتمشى. ما ينفعش كوره زي دي كانت ثلاث لعيبه هنا على ثلاثه وانت جاي من هنا بتتمشى وسايب زي زمايلك كمان هما بيتحملوا الضغط، وكان في اكتر من لاعب حدود منطقه جزاء نادي الزمالك يقدروا يسويه، وشفت دي النهارده كتير. نادي الترجي عمل كميه تصويبات كتيره قوي من على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك، ده بسبب ايه؟ بسبب ضعف خط الوسط. وبصراحة أنا ما أقدرش أقول طارق حامد، طارق حامد بيجري لوحده وشايل المسؤولية دي كلها لوحده. فرجاني دور الدفاع بصراحة في ماتشين أخرين رغم الفوز طبعا، لكن عليهم علامات استفهام كبيرة جدا 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 جدا. طيب نقطة تحول في وجهة نظري، بخلاف طبعا الهدف الأسطوري لأوناجي من مهارة فردية بحتة بدون شك، بس نقطة تحول في المباراة من وجهة نظري هو خروج الشطي الظهير الأيسر الجزائري نادي الترجي ونزول خليل شمام. كانت أكبر فايدة لنادي الزمالك إن خليل شمام نزل، لخليل شمام لما نزل بقت الجبهة اليسرى لنادي الترجي صغرى واضحة بكل تأكيد، وبالتالي قدر الشوط الثاني كارتيرون يعدل من أوضاع فريقه في مسألة عدم الاعتماد على الكرات الطولية وبدأ يلعب كرة على الأرض. ويضيف على كده نقطة قلتها لكم إن بعد الدقيقة 60 الترجي بيقع بدنيا، الفريق بيقع ما بيقدروش يكملوا بنفس النسق وبنفس الريتم بعد الدقيقة 60، وعشان كده الترجي مثلا في الشوط الأول اللعيبة كلها كانت في الكورة بتعدي نص ملعبهم بيضغطوا، كله بيضغط على لعيبة نادي الزمالك، إنما في الشوط الثاني خلاص كله مش قادر، ما حدش قادر يجري، فالتحليق كان أكتر من الضغط، وبالتالي الهدف الثاني جه لنادي الزمالك وجه في توقيت مميز جدا. وطبعا اكيد الطرد ساعد نادي الزمالك ان ربع الساعه الاخيره تلعب بدون ضغوط كتيره وتقدر تاخد ركله الجزاء اللي خدها بن شرقي، نتيجه مميزه جدا للزمالك. طيب هنروح تونس، اكيد كارتيرون هيعمل نفس الاسلوب اللي عمله في ماتش السوبر القطري، لكن في نقطه مهمه واحده لازم ياخد باله منها، الترجي اول 45 دقيقه هيبقى خطير جدا وهيطلع كل امكانياته وكل الباور بتاعه، طبعا بدفعه الملعب ودفعه الجمهور كل الامور دي اكيد هتخلي عندهم باور شديد قوي في اول 45 دقيقه، فلازم صمود في اول 45 دقيقه، ويا سلام لو تقدر تجيب هدف تخليهم مجبرين تحت الضغط ان هو يجيب 3 اهداف عشان يلعب معاك ركلات ترجيح، لكن اول 45 دقيقه اعتقد صعبه جدا على الزمالك هناك. لو نادي الزمالك عدى الدقيقه 60 وهو عنده النتيجه تؤهله، اعتقد نادي الزمالك بنسبه كبيره هياخد ان شاء الله بطاقه الترشح من رادس. مهم ان هم يصمدوا لغايه لما يتعبوا لعيبه الترجي ويعدوا الدقيقه 60 بالنتيجه اللي هم عايزينها. الف مليون مبروك لنادي الزمالك، تكرار فوزه وفوزه كبير وانتصاره الكاسح على الترجي بثلاثيه مقابل هدف في مباراه الذهاب، وان شاء الله التوفيق في مباراه الاياب الاسبوع الجاي، وان شاء الله استنوني بكره في تحليل وترند يلا كوره ان شاء الله مباراه النادي الاهلي صن داونز، وبالتوفيق للنادي الاهلي. شكرا جزيلا كريم سعيد.